خليني اقول لكم ان احنا زيارتنا النهارده الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان احنا ناكد ان احنا مهتمين اهتمام كبير قوي قوي بالصناعه في مصر وبدعمها، وايضا بتسهيل كل المعوقات او المصاعب اللي ممكن تكون بتقابلها، لان احنا مش بعيد عن الواقع اللي احنا موجودين فيه. واللي احنا النموذجين اللي احنا شفناهم من دلوقتي بالرخصة الذهبية هو ده مسار الدولة اتحركت فيه عشان تيسر ما امكن من الاجراءات اللي بتتعمل، زي ما اتقال 26 موافقة وجهة ولاية بتتكلم، وده بياخد وقت كبير من المستثمرين في الوصول الى يعني الى الاجراء العمل الحقيقي ان هو يطلع مشروعه ويتحرك فيه للنور. اللي احنا شفناه النهاردة النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية. اذا كنا بنتكلم على ان احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون انها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير. وبالتالي احنا كدولة مع رجال الاعمال في مصر نحط ايدينا في ايدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينا ورجال الاعمال في مصر نحلها. ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي احنا يعني هنطلق اجندته دكتور مصطفى في مش كده اول الشهر ده، ويعني في خلال الشهر الجاي هنكون بنتكلم في فعالياته. ارجو ان هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الاعمال ان هم يعرضوا بشكل او باخر المصاعب اللي بتقابلهم. وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر، ده مش عيب في الحكومة او في الدولة، احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله، عشان ما يبقاش فيه مشكلة ابدا تعوق الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه. زي ما انتوا شفتوا كل مشروع من دول هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دخل اضافي، مش للشركة اللي بتعمل، لا، لكل انسان بيشتغل جوه المشروع. وده الهدف، ان احنا حجم العمالة كبير اللي في مصر، واللي انا اتصور ان تكلفته مش كتير. يعني انا اقدر اقول ان العمالة المصرية اجورها مقارنة باي دولة من دول العالم مش كتير.